يا أهلا وسهلا، وما زال الحديث مستمر عن ريادة الأعمال وإن هي شيء آمن وممتع إلى أقصى درجة. والحقيقة لما تصدق في الفكرة دي وريادة الأعمال تتحط في مكانها المظبوط وصورتها الحقيقية، أحلام ناس كتير جدا هتتحقق، والموظفين اللي خلاص يعني ضاق بيهم حدود الوظيفة ومش عارفين ممكن يعملوا إيه، ولما بيفكروا يبدأوا مشروع خاص ويجوا يشوفوا اللي بيتقال في عالم ريادة الأعمال بيخوفهم ومحطوطة في قالب مرعب ومخيف لأقصى درجة، واللي بيبدأوا مشاريع بيفشلوا فبتلاقيهم بيرجعوا تاني للوظيفة ومشاكلها ومقاسيها. فإحنا عاوزين نغير الفكرة دي ونكسر القالب ده ونحط ريادة الأعمال في شكلها الطبيعي الحقيقي، إن هي شيء آمن وممتع وهيخرج أحسن ما فيك ويخليك حر نفسك وتشتغل اللي أنت بتحبه وتحقق أحلام كبيرة وهكذا. القصة عايز أقولها لكم، امبارح كنت بتفرج على فيديو على يوتيوب، شخص ما بيتكلم عن إزاي تبدأ مشروع وهكذا، ومن ريفرنسز لكتب مشهورة جدا في المجال. فكان بيتكلم إن المشروع محتاج حاجتين، محتاج فكرة ومحتاج MVP أو Minimum Viable Product، واللي هي الترم المشهور جدا اللي ظهر في كتاب اسمه The Lean Startup، كتاب من الكتب المشهورة جدا في ريادة الأعمال. فكان بيقول ان فكرة المشروع اول حاجة اعمل مشروع في ايه، فبيتكلم ان اعمل مشروع في الحاجة اللي انا بحبها او اللي عندي، لو عندي هواية هو ده احسن مشروع. فانا انبسطت جدا، قلت حلو قوي ماشي مع فاشن تو بروفيت، اخيرا حد بيقول ان انت تعمل مشروع في حاجة انت بتحبها. فبيقول لي احسن حاجة في الدنيا انك تشوف ايه ازاي الهواية بتاعتك تتحول لشغل يقدر يدخل لك دخل، جميل جدا. طيب اجيب بقى في منين فكرة المشروع؟ فقال لك هتكتب ايه الحاجات اللي بتحب تعملها والحاجات اللي بتقدر تعملها، وتعمل ميكس اند ماتش كده وتطلع منهم فكرة. فمثلا لو انا بحب جدا الحيوانات واقدر اربي حيوانات، فبالتالي احسن فكرة مشروع ممكن تعملها انك تربي حيوانات. وبعدين بقى بيتنقل للفكرة التانية اللي هي المينيمم فايبل برودكت، اللي هي بقى بدل ما هتعمل مزرعه وتشوف بقى تدور على راس مال وتاجر ارض فين وبتاع، لك هتبدا بحاجه بسيطه جدا جدا، ولا تجيب كلب، تجيب كلبين تربيهم وتبيعهم وهكذا، تجيب مش عارف ايه، ما تبداش في حاجه كبيره. وده ميك سنس ومظبوط تماما، انت بتبدا على سكيل صغير جدا وبتكبر واحده واحده علشان تقلل الريسك وتقدر تبدا بالموارد اللي تحت ايدك انسون. ده كلام جميل جدا، بس كده هي الحدوته ايه بالنسبه له، خلصت لكده. وما بتبدا بشكل صغير، بتشوف الفيدباك بتاع الناس على المنتج اللي انت قدمته ده وبتبتدي تحسن او تغيره خالص او وات ايفر. طبعا انت لو بدات مشروع بالشكل ده ممكن تنجح، بس هتبقى ضربه حظ. ليه ضربه حظ؟ لان هو الفكره الوحيده، فكره المشروع الوحيده اللي تنجح هي ان انت تحل مشكله ما احسن من اي حد تاني موجود في الماركت لفئه معينه من الناس. بس دي الفكرة الوحيدة اللي تنجح، وهي دي بقى المشكلة في ريادة الأعمال، إن أنت لما بتسمع نصايح وتبدأ مشاريع بهذا الشكل وبتفشل، وبعدين نيجي نقول 80% من المشاريع اللي بتبدأ بتفشل في أول سنتين، ما هو طبعاً لازم تفشل لو هي بتبدأ كده، ما بيبقوش عارفين هما بيعملوا إيه. الهدف الوحيد لأي بيزنس، أنت بتعمل بيزنس لهدف واحد ملوش غيره، مفيش يعني مفيش هدف تاني بتبدأ علشانه بيزنس، الهدف ده هو انك تحل مشكله بس، ملوش اي هدف اخر. صحيح احنا بنعمل حاجه اللي احنا بنحبها، بس انت بتوظف باشن، ده بقى مدرسه باشن تو بروفيت، بتوظف الحاجه اللي انت بتحبها علشان تحل مشكله عند فئه معينه من الناس. ده الهدف الوحيد اللي يخليك تبدا بيزنس، وده الحاجه الوحيده اللي تبقى مؤهلاك انك تبدا مشروع. يعني مش مهم شهاداتك، مش مهم انت واخد ايه وخبراتك ايه عامل ايه، في الاخر هل توظف شهاداتك وخبراتك دي عندك القدره انك تحل مشكله ولا لا؟ لان لو ما عندكش قدره انك تحل مشكله ما تقدرش تبدا بيزنس. يعني ما ينفعش تبدا بيزنس الاسلوب اللي اتقال اللي انا حكيته من شويه ده، اللي هو شوف انت بتحب ايه وتقدر تعمل ايه وابدا مشروع في الحاجه دي. مش هينفع، لان انت هو في ناس كتير قوي بيبيع حيوانات، ايه اللي هيميزك عنهم؟ يعني ما ينفعش انا اكون بحب الطبيخ وبعرف اطبخ واقدر اطبخ فهعمل مشروع من البيت وابدا ابيع شويه اكل بيتي. طب ما هو في ناس بتعمل كده، ايه اللي هيميزك؟ هتبقى محتاج بادجت تسويق ضخمه جدا عشان تظهر والناس تشوفك في وسط الزحمه دي اللي كله بيعمل حاجات شبه بعضها. مش هينفع.
فانت بتسال نفسك هو صحيح انا بوظف شغفي بس في حل مشكله عشان ابدا بزنس، مش ان انا اروح اعمل من شغفي برودكت وبعدين انزل ادلل عليه مين يا جماعه عجبكم المنتج ده، طب لو مش عجبكم اعمل لكم حاجه تانية، او لو مش عجبكم اعمل لكم حاجه تانية. طالما انا ببدي بسكيل صغير، واحد بتبدا بسكيل صغير مش علشان تشوف الفكره بتاعتك هتنجح ولا لا، انت بتبدا بسكيل صغير عشان تقلل الريسك وتقلل وتعرف تظبط وتفاين تيون بسرعه وبسهوله، بدل ما تبدا بحاجه ضخمه جدا ويجي لك فيدباك من الكاستمر يبقى صعب جدا تطبيقه وتحس ان انت مش عارف تظبط الامور بتاعتك، وكمان تقدر تبدا بالموارد الصغيره اللي تحت ايدك. عشان كده بنبدا بسكيل صغير، بس مش عشان نفاليديت الفكره، صحيح ده جزء مهم، بس انت مش بتفاليديت الايديا، انت بتفاليديت البرودكت. هل ده البرودكت بالشكل المناسب؟ لكن الفكرة كلها انت لو بتقدم حل المشكلة يبقى هي دي الفكرة اللي هتكمل بيها حد، بس انت ممكن المنتج ده مش هو احسن حاجة بتحل المشكلة دي، واضح كده الناس عاوزة حاجة تانية، فبتغير المنتج بس في نفس الفكرة في نفس الايديا نفس المشكلة اللي انت بتقدر تحلها انسوان. فانت في الاخر انت مش بتعمل منتجات وتنزل تشوف مين هيشتريها، انت الاول بتشوف ايه المشكلة اللي تقدر تحلها وتقدر تحلها ازاي وازاي تحلها احسن من اي حد تاني، اندن بتروح تعمل ده وتعمل المنتج او الخدمة اللي هتحل المشكلة دي للناس بابسط شكل ممكن في البداية علشان تقدر تكبر بعد كده وتقدر تبدأ بالموارد اللي تحت ايدك. ففكرة المشروع الوحيدة اللي تنجح هي انك تبدأ تحل مشكلة عند الناس. فريادة الاعمال اتظلمت، لان لو هي دي الطريقة اللي الناس بتبدأ بيها مشاريع فهو لازم تفشل. فاحفظها كده، مشروع انت بتعمل مشروع بس عشان تحل مشاكل، دي الفكرة الوحيدة المضمونة ان هي تنجح، لان انت بتروح لحد عنده مشكلة بتقول له انا بحلها لك اهو، بس الحل بتاعي مختلف عن كل اللي بيقدموا الحلول بالشكل الفلاني، ايه رأيك؟ انت عاوز هذا الاختلاف؟ يهمك هذا الاختلاف؟ هيفرق معك هذا الاختلاف؟ فهتلاقي ناس بتتقبل وبتشتري. ده الحاجة الوحيدة. حاجه بقى اون ذا سايد كده، موضوع فكره انا بحب ايه واقدر اعمل ايه، فبالتالي لازم تعمل حاجه انت تقدر تعملها. ده مش شرط خالص باي ذا واي، يعني لو كنت سالت نفسي السؤال ده ماشي انا بحب الموتيفيشن واقدر اعمل ايه، لو كنت سالت نفسي ما كنتش ابدا هكتب ان انا تو سبيك او الموتيفيشنال سبيكينج دي حاجه انا اقدر اعملها، انا شخص انطوائي جدا وما زلت انطوائي جدا، فكان لا يمكن يخطر على بالي ان انا اقدر اكتب ان انا اقدر اقف واتكلم قدام الناس، فبالتالي كان لا يمكن اختار الكارير او يعني البيزنس بتاعي يبقى as a speaking professional speaking business، كان لا يمكن. لكن انا بس مشيت ورا الباشن، لان اي مهارة او اي مقدرة دي تكتسب، تقدر تتعلم ازاي تقف تتكلم قدام الناس، مهم الباشن الحاجة اللي انت بتحبها، فهو ده المفتاح الوحيد المهم. بلس بقى ان انت لو انت ما عندكش مقدرة ممكن تجيب حد تاني عنده مقدرة ويعمل، يعني في البيزنس التاني اللي انا عملته اللي هو التشيس، انا مش احسن واحد بيلعب شطرنج في الدنيا، بس عملت مشروع في الحاجة اللي انا بحبها اللي هي التشيس، بس في الاخر انا رحت جبت مدربين بيعرفوا يتعاملوا مع الاطفال ازاي، لان هو تشيس يور تشايلد الهدف منه انك بتعلم الاطفال شطرنج فور كاركتر بيلدينج بيربز. فانا بحب جدا الشطرنج على المستوى الشخصي، لكن ممكن ما كنتش انا احسن واحد اقدر اقدم ده، بس بتجيب الكوتشز المتخصصين في التعامل مع الاطفال وبتجيب احسن كريكولم موجود، عملنا شراكه مع chesskid.com اكبر موقع في العالم لتعليم الشطرنج للاطفال، دولنا الكريكولم بتاعهم وبدانا ندرسه للكوتشز ازاي يقدروا يدربوا بيه الاطفال، فجمعنا ما بين خبرة للتعامل مع الأطفال وجمعنا ما بين كريكولم تشيس قوي جدا ومعروف عالميا، وابتدينا نقدم ده للأطفال. فمش لازم أنا اللي يكون عندي المقدرة أن أعمل كل حاجة، مش شرط في البيزنس أن أنت اللي تعمل كل حاجة، ممكن يجيب حد عنده المقدرة بس أنت يوليد ذا بيزنس، والايديا ان انت بتحل مشكله ازمه طاحنه عند الامهات وعلى الاباء اللي هو الاطفال السكرينز خلاص يعني لحسد دماغهم ومبقوش يفكروا بقوا مستعجلين على كل حاجه ما عندهمش صبر مش بيحللوا مش وهو فبرضه بترجع بتبص على المشكله. مهم المشكله اللي انت بتفتح بيزنس عشان تحل مشكله وتوظف الباشن بتاعتك في حاجة انت بتحبها، لكن مش شرط فكرة المقدرة تكون موجودة. بس دي يعني حاجة اخرى حبيت اقولها. ففي نصائح كتير بتتقال الحقيقه، يعني ريادة الاعمال اللي بيتكلموا فيها لما بتشوف مؤتمرات ريادة الاعمال وبتشوف اللاين اب اوف سبيكرز معظمهم حاجه من اتنين، يا اما بيبقى سبيكر يعني اكزيكتيف ليفل عالي في شركه مالتي ناشونال كبيره، بالتالي هو مش رائد اعمال هو مدير كبير في شركه كبيره، ما اعرفش ليه بيتكلم في ريادة الاعمال، او ان هو يكون شخص عامل مشروع ضخم جدا وكبير جدا وداخل معاه بقى استثمارات، دخلت يعني خد فانز ضخمه جدا وعامل فكره جباره وهايله
وده الحقيقه لا يمكن تبدا زيه مهما توفرت الفاندز، مش عشان الفلوس، عشان انت ما تقدرش من موظف تبقى واحد صاحب مشروع بهذا الحجم وبهذه الضخامه. الفلوس مش هتساعدك في القصه دي. فانت لما بتشوف حتى المثل ده وبيقول لك النصيحه نصايح، انا مش هقدر اعمل الشكل ده اساسا، المنظر ده مش هقدر اعمله. فهم ده باي سبيشال كيس، مش كل البيزنس بتبقى بالشكل ده. فهي ده بس الحزين، بتلاقي نصايح ممكن مش يعني مش ممكن، ده اكيد لا تلائم على الاطلاق الموظف. انا مش حتى الان ما شفتش اي حد بيتكلم في رياده الاعمال بيخاطب الموظف وحاله ومشكلته والترانزيشن الكبير اللي هو بيعمله، هو وان سايز فيتس اول، هي دي رياده الاعمال وهي خطر ولازم يبقى عندك الجرأه ويبقى عندك الشجاعه. وهي مش كده، لا هي خطر ولا جرأه ولا شجاعه، انتوا بتبداوها بطريقه خطر جدا، انتوا اللي بتبداوها كده، لكن هي مش كده. انتوا اللي بتنصحوا الناس بمنهج قديم، منهج بيعتمد على ريسك كبير، منهج بيدفع الناس دفع ان هم يدوروا على مستثمرين وتبيتش الايديا بتاعتك عشان يخش معاك مستثمر يساعدك. انتوا اللي بتدفعوا الناس ان هم يفشلوا، مش ان رياده الاعمال فشل، مش ان رياده الاعمال هي اللي خطر يعني. اسف. ف يعني دي كانت بعض الخواطر كده من الفيديو اللي شفته امبارح، واستفزني الحقيقه، ومش استفزني اتعصبني، استفزني ان انا اطلع واتكلم عن بعض الكونسبتس دي. وهتلاقوا المزيد بقى على tohami.com وارتكلز وفيديوز كتير تانية عن رياده الاعمال امنه وممتعه وهتخرج احسن ما فيك وتساعدك تحقق طموحاتك واحلامك وتعيش حر نفسك باسلوبك مش باسلوب مفروض عليك. شكرا ليك، وشوفك في فيديو تاني ان شاء الله. الى اللقاء.